نعم. ماكو انتقام، هي حكومة كسابقاتها، اكو حكومات راحت انتقالية ومشت. ليش يعني بس حكومة السيد الكاظمي لديها فساد، باقي الحكومات السابقة ماكو فساد بها، بالتالي هذا مو انتقام ولا ما شاكل ذلك، لكن هناك أطراف تروج ويعني تروج على أنه هناك انتقام، هذه الحكومة حكومة السيد السوداني تنتقم من حكومة السيد الكاظمي، وهذه مغالطة وخطأ كبير، ولا يمكن أن يقبل السيد السوداني هذا التصريح أو هذا العنوان. جميل. وبالتالي هناك سرقة قرن، من يتحاسب عليها هو من تدخل بها، والأطراف التي تدخلت بها هم المعنيين وليس حكومة السيد الكاظمي.